تنضم إلينا من صيدا جنوب لبنان مراسلتنا سارة شحادة. أهلا بك سارة معنا. ماذا عن هذا التطور الأخير وهو الإعلان عن انتشال جثة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟ نعم، هي بعض الفيديوهات التي تم تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انتشال جثة من داخل حفرة عميقة، يعني بسبب أو جراء القصف الإسرائيلي العنيف واستخدام الصواريخ الثقيلة التي أحدثت هذه الحفرة الكبيرة حسب ما يقال في المقر الرئيسي أو المركزي لقيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. سمعت الآن دوي انفجار أو لربما غارة قريبة من قضاء صيدا، الآن غارة أخرى أو لربما جدار صوت، نتأكد خلال دقائق من هذا الموضوع. أشير أيضا هنا بأن هناك مجزرة جديدة في البقاع حيث سقط حوالي 10 ضحايا وارتفعت الحصيلة الآن إلى 19 ضحية جراء غارات إسرائيلية استهدفت مزرعة في بعلبك أو تحديدا في شمال بعلبك في بلدة زبود، وأيضا سبقها صباحا مجزرة أخرى على بلدة العين، ما يرفع حتى الساعة في هذه المواقع فقط العدد إلى أكثر من 30 ضحية من بينهم أطفال ونساء. غارة إسرائيلية أيضا استهدفت بلدة عيناتة في الجنوب اللبناني، غارة على بنت جبيل وعلى معروب وعلى عيتا الشعب وبعض البلدات الحدودية التي أصبحت شبه فارغة من أو تقريبا فارغة من السكان ونزوح كل الأهالي إلى مناطق آمنة. كذلك الأمر استهداف على عبة أدى إلى مقتل مواطنة في الجنوب اللبناني، وأيضا استهداف آخر على بلدة إيعاد في بعلبك. بمقابل ذلك حزب الله استهدف أو مقاتلو حزب الله حتى الساعة هم يشنون عدة هجمات باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ومستعمرات. صدر بيان عن الحزب يقول فيه بأنه صباحا استهدف معسكر أوفيك بصواريخ فادي، والآن تدوي صافرات الإنذار في الشمال خشية تسلل مسيرات، ويبدو أن هناك استهداف جديد من قبل حزب الله على مستعمرة المنارة وأيضا على مستعمرة ساعر. بانتظار أي مستجدات وتفاصيل جديدة هنا. نعم سارة، ماذا عن التصريحات الرسمية حتى الآن من الحكومة اللبنانية، من ضمنها تصريحات رئيس الوزراء ميقاتي التي يعني ألقاها من خلال مؤتمر صحفي؟ عقد اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية، صرح من بعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن عدد النازحين بسبب القصف الإسرائيلي قد يصل إلى 1,000,000 نازح، ووصف هذا النزوح الحالي بأنه الأكبر في تاريخ لبنان. بطبيعة الحال يعني يستمر بتلقي الاتصالات من الدول المعنية بوقف إطلاق النار، تلقى اتصال من رئيس الحكومة العراقية، وجدد رئيس الحكومة العراقية موقفه الداعم للبنان والوقوف مع لبنان في هذه الظروف الصعبة واستمرار بتقديم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق. أيضا تلقى اتصال من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أيضا للتشاور في محاولة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، واعتبر ديفيد لامي بأن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد ووقف هذه العمليات العسكرية. أشير أيضا إلى نقطة هنا بأن أيضا وزير الإعلام زياد المكاري كان قد ألقى كلمة يوم أمس بعد جلسة متأخرة للحكومة، وأكد فيها على ضرورة الجهود الدبلوماسية اليوم ووقف إطلاق النار، لكن وصف هذا الموضوع بأنه ليس بهذه السهولة، ويقول بأن الكل رأى كيف يعني نتنياهو قام بإعطاء القرار باغتيال نصر الله وهو يتواجد في جمعية الأمم المتحدة في اجتماع الأمم المتحدة. وحول أيضا جديد وزارة الاقتصاد هي نعم
شكرا جزيلا لك على كل هذه التجديدات في آخر المستجدات. شكرا لك مراسلتنا من صيدا جنوب لبنان سارة شحادي.